بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله تعالى عنكم بسندكم صحيح المتصل الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى الى ان قال في موطئه: باب الزكاة في المعادن. وبه له قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك فيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. باب زكاة الركاز. وبه لي قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الركاز الخمس. قال مالك: الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بدينه القويم ومنهجه المستقيم، مبينه لنا على لسان عبده المجتبى المصطفى الكريم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاه في الله وتابعه بقلب سليم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المكانة العليا والقدر الفخيم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، ويقول: باب الزكاة في المعادن، جمع معدنين، أصل الشيء ومستقر يقال له معدن، ومستقر الذهب والفضة من الأرض أيضا معدن، ثم سمي ما يخرج كذلك باسم المعدن. والمراد هنا بالمعادن ما تعلق بالذهب والفضة استخراجا له من محل تكوينه الله إياه في الأرض، فإن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأرض التي نحن عليها جميع ما يحتاج بنو آدم في شؤونهم الظاهرة والباطنة، وفي شؤون
تغذيتهم ومعايشهم ومصالحهم. وقال تعالى: الأرض مددناها وألقينا لكم فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فجعل جل جلاله في جوف هذه الأرض الذهب والفضة اللذين جعلهم الله وسيلة قضاء الحاجات والقيمة التي ترجع إليها أثمان الأشياء. وتستخرج بعلاج وقد يعثر على مدفون فيها فيسمى الركاز. وقد يستخرج منها شيء من الذهب والفضة بعلاج ومحاولة يسمى المعدن. فصار أصل المعدن المكان الذي يستقر فيه الأمر ويتركب ويكون أصل له. وانتقل من اللفظ إلى ما يخرج من محل المستقر والمعدن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقطع في بعض الروايات قطع والمراد أقطع. فالإقطاع ما يجعله الحاكم والإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض لينتفع بريعها، فيكون الإقطاع تمليكا وغيره. وإذا أعطاه ليعمل فيها أو يستخرج الذهب والفضة لنفسه فيكون ملكه ما يخرج منها دونها أو ملكه إياها. فيجوز إذن إقطاع المعادن كما يأتي وهي أمر باطنة. فأما الأرض الظاهرة يقال فيها أقطعت أرضا جعلت له قطعة أو قطيعة، والمراد ما يخص به الحاكم الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. وهكذا يختص الإقطاع في الأرض بالموات، بالموات أي ما لم يسبق له إحياء ولم يملكه أحد في الإسلام. والمعادن البقاع التي أودعها الله عز وجل شيئا من الجواهر المطلوبة، منها ظاهرة التي يبدو جوهرها بلا عمل، والسعي والعمل لتحصيله كمثل الكبريت والقار والميكوتران ونحو ذلك. وهذه تكون عامة للناس، والظاهرة ولا يقطعها سلطان. أما الباطنة التي لا يظهر جوهرها على إلا بالعمل كمثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد، وهذه الجواهر المبثوثة في الأرض، فيكون إقطاع الإمام تسويغه إجازته من مال الله تبارك وتعالى لمن يراه أهلا لذلك. وأكثر ما يستعمل مع موضوع الإقطاع في الأرض هو أن يخرج منها شيء يحوزه، إما يملكه إياه في عمره أو يجعله له غلته. إذن للإمام بحسب ما يرى، مثلا أن يقطع من رآه أهلا لأن يقطع شيء من ذلك فيما لا غنى، فيما للمسلمين عنه غنى، أما ما لا غنى للمسلمين عنه مما يحتاجه العامة فلا يجوز يقطع أحد.
كالملح مما تعم الحاجة إليه، فلا يختص بأحد، ولو اقطع أحدا لكان كحكم غير ما لم يقطع. إذن فللإمام والحاكم أن يعطيها من بيت المال على وجه التمليك لرقبته كما يعطي المال حيث رأى المصلحة. إدلا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق. وإن كان المشتهر في الإقطاع التمليك للأراضي أو لما يصدر منها من خراجها من معدن وغيره مع بقاء أصلها. فإذا الإقطاع تمليك مجرد يملكه من أقطعه من قبل السلطان، ويجوز له بيعه وهبته ويورث عنه ويتعلق بما يتعلق بالملك من الأحكام سواء. فجاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك قطاعه صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث، المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان صاحب لواء مزينة يوم الفتح، كان يسكن وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة، وتوفي سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة، قديمة على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس من الهجرة مع وفد مزينة. وهو الذي صح عنه الحديث أنه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم لما أصاب الناس قحط وأبطى عليهم المطر جاء إلى المدينة المنورة ودخل المسجد الشريف ثم جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكب على القبر وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وذلك في خلافة سيدنا عمر، فقال ائتي عمر وقل له يستسقي بالناس وأخبره أنهم يسقون وقل له الكيس الكيس. فجاء سيدنا بلال هذا إلى سيدنا عمر وأخبره، وكان عمله على مرأة من الصحابة استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبه الاستسقاء لأمته. ولما أخبر سيدنا عمر بكى سيدنا عمر وقال اللهم لا آل جهدا، ثم خرج يستسقي بالناس فسقوا. بلال بن الحارث المزني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أقطعه هذه قطعة عليه الصلاة والسلام من المعادن القبلية نسبة إلى قبل موضع عندهم في الناحية التي فيها يسكن أو من ناحية البحر قبلية نسبة إلى قبل. فكتب له صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث، أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسية غشية وذات النصب وحيث صلح الزرع من قدس كان صادقا. وكتب معاوية بإملاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وهي من ناحية الفرع، المنطقة مشهورة قريب من المدينة المنورة بينها وبين المدينة قريبا من 5 أيام، وادي الفرع هذا بقرى كثيرة سواء.
وهي من ناحية الفرع، فلم تكن هذه القبلية خطة لأحد، كانت فلاة. فجعل له الانتفاع بها سواء ويميل المالكية إلى أن الإقطاع من الإمام إنما هو تمليك للمنافع لا لعين الأرض. وفي المعدن للإمام ونائب أن يقطعه لمن شاء أو يجعله للمسلمين ولو بأرض مسلمين أو كافر، الأرض مملوكة لمصالح فهي المصالح، ليس هذا من ملك الإمام معلوم. ومما جاء في الاختلاف في المعادن هل يتبع الأرض التي فيها أم لا، لأن ليست تبعا الأرض التي هي بها مملوكة كانت أو غير مملوكة، وأن الأمر فيها إلى الإمام يقطع لمن يعمل فيها حياة المقطع أو مدة ما من الزمان من غير أن يملك أصلها، هكذا عند المالكية. والثاني أنها تبع للأرض، هذا مذهب سحنون من المالكية. أيوة. و فالمعادن التي لا يتوصل إلى نيلها ونفعها إلا بكدوح واعتمال واستخراج لما في بطونها، يقول لا، من اقتع منها شيئا كان له ما دام يعمل فيها، فإذا قطع العمل عاد إلى أصله، فكان للإمام أن يقطعه إلى غيره. ويقول الحنفية في المعدن إما أن وجده في دار الإسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة أو غير مملوكة، فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فالموجود مما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية يجب فيه الخمس. فالمعادن عندهم مثل الركاز في وجوب الخمس، وليس ذلك عند الأئمة الثلاثة، قالوا فيها ربع العشر إذا كانت نصابا، وإنما الخمس في خصوص الركاز الذي يوجد من غير عمل هو الاستخراج، وكان يوجد دفين وهو عند الشافعي دفين الجاهلية موجودة من الذهب الفضة مدفونا من قبل الإسلام. فعند الحنفية يلزم فيه الخمس، وعند المالكية والشافعية إنما فيه ربع العشر وليس كالركاز. وفي عن الإمام أحمد بن حنبل روايتان، رواية أن فيه الخمس كالحنفية، ورواية أن فيه ربع العشر كالمالكية والشافعية. هذا بالنسبة للمعدن، هو غير الركاز الذي يوجد اسمه كنزا مدفونا من ذهب أو فضة. فأما إذا وجده في أرض مملوكة، قل فأربعة أخماس للمالك، مالك الأرض، وهكذا عند الشافعية كذلك يجعلون الملك لمالك الأرض، من ملك الأرض أول فهو مالك، حتى الركاز أول مالك لأرضه في الإسلام يملك ذلك الركاز وإن لم يشعر به. وأما ما لا غنى للمسلمين عنه كما تقدم معنا من المعادن الظاهرة كمثل الملح والكحل والآبار التي يستجي منها الناس، فليس له أن يقطعها أحدا، ولا حكم في كتاب لو قطعها لكانت في مباحة لعموم المسلمين. قالت فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة.
يعني التي يقطعها صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال بن الحارث المزني. بقيت تحت نظره ورعايته، ما أحد منها يأخذ منها شيء، ولا يأخذ منها الإمام إلا الزكاة، وذلك في ما فيما يستخرج منها، وسواء كان من زرع أو من معدن. وهكذا المعدن والركاز لا حول فيه، بل عندما يستخرج يخرج زكاته. قال مالك رضي الله عنه: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا وهو النصاب عينا، أو 200 درهم من الفضة وهو النصاب، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه. الزكاة أي ربع العشر كما هو مذهب الشافعية. فوقت وجوب حصول النيل بيده. وجاء عند الحنابلة لا يجوز إخراج زكاة إلا بعد سبكه وتصفيته كمثل عشر الحب. وما زاد على ذلك أي مقدار الزكاة منه بحساب ذلك أي ربع عشر، ما دام في المعدن نيل ما زاد 20 دينار، كل شيء فيه ربع العشر، زاد قليلا أو كثيرا فلا وقص في المعادن كما هو عند جمهور العلماء. قال: ما دام في المعدن النيل، ما دام يمكن استخراج شيء منه، فإذا انقطع عرقه ما عاد بقي شيء ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، ابتدأوا فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول، يعني بنصاب جديد يلزم الزكاة فيما يخرج من تلك الأرض. فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول إن كان مقدار النصاب أخرجت ربع العشر كما هو عند الجمهور. وقال الحنفية: المعدن أيضا ركاز فيخرج منه الخمس كما يخرج من الركاز. قال ما يقول: المعدن بمنزلة الزرع، فإن الله ينبته في الأرض كما ينبت الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، ليس القدر المول هنا ربع العشر وهناك عشر أو نصف عشر في الزرع، لكن القصد المثلية في أنه تجزم فيه الزكاة ولا يلزم فيه الحول، وأنه عند حصاد يخرج، وهذا كذلك، إلا أنه هنا ربع العشر وهناك إما نصف عشر أو عشر. يأخذ منه إذا خرج المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يأخذ من الزرع إذا حصد العشر أو نصف العشر، ولا ينتظر به أو أن يحول عليه الحول. إذن فتجب الزكاة في المعادن من ذهب وفضة، وفيها فيما استخرج بالعلاج في الحال ربع العشر وعند الحنفية الخمس، وتختلف أنواع المعادن، فمنها ما يذوب بالنار كالذهب والفضة ولا ينطبع كالجص وغيره، وما يوجد في الجبال كالياقوت وغيره، وما يكون مائعا كالقار وغيره. فالوجوب يختص عند الحنفية من نوع الأول ما يذوب بالنار. وأوجب الإمام أحمد الزكاة في الجميع، وخصص المالكية والشافعية الذهب والفضة من جميع ما يستخرج من الأرض، فقالوا ما يخرج من الأرض
مجدار إن كان ذهبا وفضة وجبت في الزكاة، وما كان ذلك من معادن القارة والنفطة والكبريتة والحديد ولا زكاة فيه. قال الإمام أحمد في كل زكاة. قال الحنفية ما كان يذوب بالنار فيه الزكاة، وما لا يذوب بالنار فلا زكاة فيه. إذن فعند المالكية كالشافعية إنما يزكى معدن عين ذهب أو فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد وغيره. فمن استخرج ذهب أو فضة من معدن لزمه ربع عشره، بخلاف غير الذهب والفضة. وهنا عند الشافعية كما ذكر الزبيدي في شرح الإحياء أنه قول شاذ أنه كالحنابلة يجب الزكاة في أي شيء يستخرج من الأرض. فلو أعطت الدول والشركات زكاة ما يستخرجونه من النفط البترول والديزل وغيره لاغتنى العباد الله في الأرض، ولكن النفوس جبلت على الاستحواذ والاستبداد، فباقي الخلق في النكاد. حتى الذي يستبد ماذا استريح نفسه ولا يطمئن، لأن الله يحدث له من الكدورات ما هو أشد مما عند الفقراء. ولا يطلب حقائق الاستقرار النفسي والطمأنينة القلبية إلا من رضا الرب بالعمل بما أحب، هناك وحده يوجد حقيقة الاستقرار والطمأنينة. ومن دون ذلك إن كنت فقير كنت غني، إن ملكت الأرض كلها وإن كنت بجوع ماشي فرق، على قدر بعدك من الله كدر وهم وغم. ولا حقائق الطمأنينة إلا برضوانه والقرب منه والعمل بطاعته. وفقنا الله لمرضاته. وهكذا جاء عند الحنابلة المعدن الذي يتعلق به كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير ما له قيمة من الذهب والورق والزيبق والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل، كله فيها زكاة عند الحنابلة. طيب، إذن فالمعدن عند الحنفية ثلاثة: منطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، ومايع كالماء والملح والقير، وما ليس منهما قلول والفيروز، فيجب الخمس عندهم فيما كان منطبعا من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحوه، عندهم فيه الزكاة كما تقدمت الإشارة. الله الله. وهكذا يقولون ما لا يذوب بالإذابة فلا خمس فيه، ويكون كل الواجد. قالوا مثال مثل الجص والنورة، فكلها الواجدة لمن يعاملها. وهكذا جاء عند الحنفية أنه يجب فيما يوجد قل أو كثر، فلا يشترط النصاب، لكن عند الأئمة الثلاثة يشترط أن يكون الموجود نصابا، إما مقدار 20 مثقال دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة، فما كان مقدار ذلك تلزم فيه الزكاة وما نقص فلا. وقال الحنفية قل أو كثر كل ما وجد أخرج زكاته. وهكذا جاء قول لضعيف عند الشافعية أنه يجب إخراج الزكاة سواء بلغت النصاب أو لم تبلغ في المعدن. أيوة. نعم.
ينتقل إلى زكاة الركاز. رزقنا الله الاستقامة على ما يحبه منا ويرضى به عنا، وأعاذنا من الآفات في الحس والمعنى، فأنا مراتب قربه وأذن إليه في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا وتقضي ديوننا. اللهم أوردنا حوض نبيك.